في ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم 109، كاميرا 90 دقيقة رصدت قريتها حلم تحول منزلها لمتحف طال انتظاره. تعالوا نشوف أقارب الراحلة حكوا قصتها وحكوا إزاي تحول لمتحف. نشوف التقرير ده. كان صوتها يلمس الأشياء فيجملها ويخترق الزمن فيختصره، حتى هانت الساعات وضاقت المسافات، فوجدت نفسي في مسقط رأس كوكب الشرق أم كلثوم، قرية طماي الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. السلام عليكم. عليكم السلام. هنا في هذا المنزل الريفي البسيط منذ 119 عاما ولدت أم كلثوم وتربت في قلب الريف والجمال. قلبي عشق سعاد. هي حفيدة أم كلثوم، أو بمعنى أدق هي حفيدة شقيقها خالد، التي تفتخر بأنها ورثت نسب الست وبعض ملامحها. أنا مفتخر ليا جدتي علشان هي ساعدت البيت في حاجات كتير، هي ساعدت الجيش المصري وكانت متواضعة. أنا بحبها وبفتخر ليا جدتي. على هذا الجدار الذي كانت أم كلثوم تستند عليه في طفولتها، يحرص حفيد شقيقها الأكبر على حفظ ملامحها، التي يؤكد أن جزءا منها شوه عمدا في مسلسل أم كلثوم. اسمي عدلي سمير خالد إبراهيم السيد البلتاجي، أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي جد الشيخ خالد أخوها، وكان لها علاوة على الشيخ خالد كان لها أخت اسمها السيدة. فاختلفنا في المسلسل على أساس أن الكاتب بتاع المسلسل ما راحش للناس اللي هو عرضهم عشان يعرف تاريخهم، عشان يعرف تاريخهم، لأن دي ناس عايشة ولها أولاد وأحفاد وكده وسيرة ذاتية يعني المفروض. إنما هو راح لطرف، خد الموضوع من طرف اللي هم أولاد أخت أم كلثوم وساب أولاد أخ أم كلثوم. إحنا رفعنا قضية لأن المسلسل تناول الشيخ خالد بطريقة مهينة، مع العلم إن الشيخ خالد أم كلثوم كانت بتشهد له. أم كلثوم لحد ما مات الشيخ خالد كانت بتبوس إيده احتراما. ما تجيش أنت تجيبه لي بأسلوب منحط وشكل منحط عشان أحفاده يعني حالتهم مش قد كده. لا لا لا، أنا مصري وحفيد أم كلثوم ولي حق ان انا ارفع قضية على اي حد يهني او يمس كرامتي باي شيء. بحزن استعاد معي حفيد ام كلثوم التي طاف صوتها العالم من اجل خدمة الوطن ودعم المجهود الحربي، تفاصيل تجاهل بعض المسؤولين لمشروع انشاء متحف لكوكب الشرق في مسقط رأسها. عايزين متحف يخلد ذكراها على ارضها، على أرضها. السيد المحافظ أمر أن طماي الزهيرة السنة دي سنة 2017 والمجلس القومي للمرأة قالوا أن هي هتكون القرية النموذجية. إحنا الوقت في آخر 12 في 2017 ولسه ما تمش أي حاجة، لا متحف ولا المشاريع اللي وعد بيها السيد المحافظ. أنا بقول للسيد المحافظ، بناشد السيد المحافظ والسيد وزير الثقافة، أن في حتة أرض تبرع من أم كلثوم نفسها. أم كلثوم مش عايزة أي حد يتاجر باسمها ويتبرع بحتة بعيد عشان يهلك الأرض الزراعية ويبورها وكده، والمصالح اللي أنت عارفها دي. إحنا كعائلة أم كلثوم إحنا بنستاء إن واحد يطلع يقول تاجر باسم أم كلثوم يقول أنا هتبرع لأم كلثوم قدام المحافظ، وبعدين يطلع بعد كده الأرض اللي تبرع بيها حصل فيه تلاعب في المحليات وحاجات، وقطعوا دفاتر أملاك الدولة، قطعوا منها ورقة عشان تقول ملكية التبرع اللي هو تبرع بيه سنة 2000 ليه تاني، رجعت له تاني الأرض. يتبرع إزاي ده بقى؟ ده يتحاكم مش يتبرع ويهلك الأرض الزراعية باسم أم كلثوم.
احنا عايزين متحف يحصل في الارض اللي متبرعه بيها ام كلثوم. رجعونا لايام اللي راح. حتى وان اعترضوا على بعض تفاصيل مسلسلها او على اهمال بعض المسؤولين لسيرتها، فان ام كلثوم ستبقى بكل تاكيد رمزا لكل فنان احترم وطنه وفنه، فاستحق ان يبقى دائما خالدا ورمزا لكل فن جميل. محمد حكيم، 90 دقيقة، قناة المحور.